فخورين اليوم بتجديدنا وحصولنا على شهادة Recognized for Excellence، شهادة الاعتراف بالتميز من مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، اللي هو الممثل الرسمي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة الـ EFQM. والمرة هاي تجديدنا للشهادة كان بحصولنا على درجات أعلى وحصولنا على 5 نجوم 5 stars من هاي الشهادة. طبعا هذا بيأكد انه اورنج بتمارس افضل الممارسات العالمية اليوم في جميع عملياتها، وانه اورنج اليوم عم تبني ثقافة الابتكار وثقافة التمكين لموظفينها، وبتقدر جهودهم الكبيرة اليوم بانه دائما احنا بنسعى اكثر واكثر للتميز.